السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشيد بدعم مجلس الأمن الدولي لسير اليمن نحو المستقبل. وزير الداخلية يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد تطبيق النظام والقانون على الجميع. والشرطة العسكرية تبدأ حملة واسعة لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة. المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم. قرر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ان قرار مجلس الامن 2114 يؤكد مدى دعم المجتمع الدولي والامم المتحدة للانتقال السلمي في اليمن وتحقيق المتغيرات التي ينشدها ابناء الشعب اليمني. واكد هادي ان القرار يخدم اليمن في مساره صوب المستقبل المنشود وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار يدعم تماما وبقوة الجهود الوطنية لاخراج اليمن الى بر الامان وطي صفحة الماضي والعبور الى المستقبل الجديد. جاء ذلك في لقائه مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر والوفد المرافق له. من جهته أكد بن عمر أن الأمم المتحدة تدعم اليمن حتى تحقيق كافة الأهداف الوطنية المرجوة والعبور إلى المستقبل الجديد. كما أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن اليمن يمضي بوتيرة متواصلة صوب ترجمة كافة الأهداف من أجل بناء اليمن الجديد على أساس الدولة الاتحادية بالأقاليم الستة، والتي ستمثل دفعة قوية نحو التطور والنهوض وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المبدع من أجل الشراكة في البناء والسلطة والمسؤولية والثروة. وقال هادي ان التحديات التي تبرز هي في الجانب الاقتصادي بصفة اساسية، داعيا الى مساندة اليمن حتى الوصول الى شاطئ الامان. جاء ذلك خلال استقبالها اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن بيتينا موشايت، التي اشادت بصدور قرار تشكيل اللجنة الدستورية، معتبرة ذلك خطوة كبيرة في طريق عبور اليمن الى المستقبل المأمول. واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي يدعم اليمن بصورة كبيرة، وقد خصص للعام المقبل 50 مليون يورو من اجل الاصلاحات في وزارة الداخلية، و45 مليون يورو في مجالات اخرى تصب كلها في مساعدة اليمن وفق برنامج سيستمر سنويا. أدى وزير الداخلية اللواء الركن الدكتور عبد حسين الترب اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وأعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته لوزير الداخلية بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الأمنية الكبيرة، مشيرا إلى أن ترسيخ الأمن على مستوى الجمهورية يمثل أولوية استثنائية، داعيا الجميع إلى التعاون المطلق من أجل تحقيق هذه الغاية. إلى ذلك، التقى لواء الدكتور عبد حسين الترب وزير الداخلية الجديد بالإعلاميين في أول مهمة عملية له اليوم. وأكد الترب أن أول أعماله هي ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، مشيرا إلى عدم السماح لأي شخص بممارسة الحزبية والطائفية داخل الأجهزة في الشرطة والأمن، وأن مبدأ الكفاءة والخبرة سيكون هو الاختيار للتعيينات داخل أجهزة المؤسسات الأمنية. وأكد الترب أنهم بصدد عمل خطة أمنية بالعاصمة صنعاء من أجل نشر الأمن والاستقرار. بهذه المناسبة أؤكد أننا سنعمل بجدية على تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء أيضا العدالة وإرساء الخضوع لمبدأ القانون أو للنظام والقانون. هناك مصفوفة كبيرة من الإجراءات إن شاء الله يتم تنفيذها في المستقبل. يهمنا كما قلت لن نسامح أحد في إرساء
النظام والقانون المخربين الذي بيتقطعوا في الطرقات الذي كذا. تجد بعض الاخوه شيخ معين معليش يعني شيخ او مدير عام مديريه موظف الدوله وبالتالي يخرج ياخذ مجموعه من الافراد الذي هم ربما يكونوا ايش ينتموا الى السلك العسكري او الامني يخرج يتقطع في الشارع. أقدمت اليوم ميليشيات الحوثي المسلحة القادمة من خارج محافظة عمران على تفجير مبنى دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمنطقة أصر مديرية ثلا. يأتي هذا التفجير عقب الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي على أبناء المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من تصرفات الحوثيين البعيدة عن الشرائع والأعراف والقوانين. وأفاد شهود عيان أن هناك أسرا بجوار الدار محاصرة كليا في منازلهم ويتم تهديدهم بتفجيرها. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عجير عضو المجلس المحلي بمديرية ثلا. بداية أستاذ علي، رغم صراخ الحوثيين بالنصر للإسلام وأنهم مسيرة قرآنية، اليمنيون يصعقون اليوم بخبر أن الحوثيين قاموا بتفجير لدار قرآن، هل بالإمكان أن توضح لنا ما الذي حدث بالضبط؟ عفوا اخي الكريم، الذي حدث بالضبط ان امس قامت جماعه الحوثي بالامس بالتعدي على المواطنين والمنازل بعذر الصرم باستخدام الاسلحه المتوسطه والخفيفه من الجهه الشماليه على المنازل، وبسر بين الاطفال والنساء باستخدام انواع الاسلحه، وقد قتلوا 3 اشخاص بدون وجه حد وبدم بارد وبسلاح ثقيل. ترك المواطنين وضربهم حتى ترك الخط، الخط مفتوح، ترك المواطنين الخط للحوثة، لكنهم ابدا ما كان الطلب للخط، بل الهدف الرئيسي هو بث الرعب والخوف وتفجير دار القرآن الكريم ومدرسة طارق بن زياد. قاموا ونهبوا كل ما في المدرسة ونهبوا كل ما في الدار، دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية، من مواد غذائية، من فرش، من بطانيات، من أدوات الطباخة، من كل ما في من محتوى الدار والكراسي وغيره. قاموا بعد ذلك بتفجير دار القرآن الكريم المكون من 30 غرفة والمكون من 3 أدوار 3 طابق ما يعادل 200 مليون ريال. قاموا بتفجير أشد أنواع التفجير، لم أسمع معها تفجير ولم أراه أبدا ولم تعرفه العزلة مديرية ثلا ولا عزلة الصرم أبدا من حين خلق الأرض إلى أن تقوم الساعة. قاموا بتفجير التار بدون أي، وقاموا بعد ذلك بالصرخة الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، وكأن الأمريكان داخل الدار وكأن الإسرائيليين داخل الدار. ما أبدا لم يقتلوا يهوديا ولا نصرانيا ولا إسرائيلي ولا أمريكي، بل قتلوا مسلمين. يا أستاذ علي نريد أن نفهم ما الذي جعل الحوثيين يقدمون على مهاجمة ثلا وعلى مهاجمة الدار والمدرسة. هل حدثت اشتباكات مثلا قبلها مع أشخاص معينين، مع جهات، مع يعني ناس معهم مشاكل مع الحوثيين؟ وضح لنا ما الذي أدى وما الذي سبب هذا الهجوم. هذا الهجوم الذي سببه أن الحوثيين اغلب العناصر الذي التقيت بهم انا قبل منزلهم من الصر، التقيت بهم وفاوضتهم في مدينه ثلا في مركزهم، التقيت بهم اشخاص معروفين يعرفوا هذا الكلام، التقيت بهم وحاولت معهم، هم من حرب سفيان من صعبه، الاغلبيه الساحقه من حرب سفيان من صعبه، ما معهم في هذه في هنده، ما معهم في الصر، ما معهم في ذرحان، ما معهم في 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 هذه المنطقه، ما معهم حتى في ثلا. هذه المديريه والمنطقه امنه متعلمه سلميين، لم نرى في حياتنا ابدا الرعب والخوف الا من ان وجد الحوثيين. يا اسرع علي، لم يخرج المديريه كلها، المديريه يا اسرع علي كلام اعضاء المجلس المحلي وانا اقول المجلس المحلي اسرع علي المديريه يا اسرع علي كل والمشايخ والوجهاء يفهموا هذا الكلام لما يتحاور عبر التلفزيون انه مديريه فلا مديريه مسالمه. استاذ علي تسمعني استاذ علي مديريه تنبذ العمق يا اسرع علي نعم تسمعني. هذه المدرسه ودار القران هذه عباره عن منشاه تتبع الدوله.
ايوه كيف استطاع الحوثيين ان يفجرونها؟ اين الامن؟ اين الامن؟ اين الجيش؟ اين اهالي المنطقه؟ لماذا تركوهم يعملون هكذا بهذه المنشات الحكوميه التي تخدم المواطنين؟ ايوه نعم، هناك تخاذل، هناك تجاعس من الدوله. الدوله يجب ان تكون بواجبها بحمايه المؤسسات، بحمايه ابنائها ومواطنيها وشعبها وممتلكاتها ومؤسساتها. اين دوله الامن؟ لم يحرك مدير عام، مدير امن، المديرين بالامس ولا تحرك حركه واحده، ولا كانه غير، ولا كانه مش مواطن، اشد اقل درجه من المواطن. واحد، اين مدير عام المديريه؟ اين هو؟ اين المجلس المحلي؟ اين المحافظه؟ اين الجيش؟ طيب. اين الامن؟ يعني الحوثي يعبث. والله ما ادري، انت اسرع علي عضو مجلس المحلي بالمديريه، ومفروض ان يكون هذه الاجابه عندك، لكن اسالك الان. الان قاموا بتفجير مدرسه ودار لتحفيظ القران الكريم. طيب، كان بالامكان ان يستولوا على هذه المدرسه وعلى الدار بدلا من تفجيرها وتحطيمها وتحويلها الى اشلاء والى خرائب، لماذا قاموا بالتفجير؟ هذا السؤال يوجه لهم، لكن واحد من المواطنين سالهم هذا السؤال، لماذا تفجروا المبنى؟ ما هو اللي استفدتم من تفجير المبنى؟ قالوا هذا جواب منهم، قال لي احد المواطنين سالهم، واحد طفل سالهم، ليش فجر المبنى؟ ما في المبنى؟ ما هو اللي يعني استفدتم؟ قال هذا يدرس فيه، يعني يعلموا فيها يعني عملاء امريكا، عملاء اسرائيل، كان وجدوا بر قمح امريكي، هذا اللي يبيعه في الاسواق، بيبيع اي تاجر قمح امريكي، قالوا ها هذا بياخذوا المعونه من الامريكان، واخذوا لهم شو حر، يقولوا اخذوا من الامريكان واخذوا كل ما في الدار لهم لانفسهم. طيب استاذ علي، استاذ علي، طيب لو توضحنا في عجال الان، الان كيف هو الوضع الان في ثلا في المنطقه، منطقه الصرم بشكل خاص؟ حقيقه الوضع يعني مجري، الوضع مؤلم، الوضع يعني الرعب منتشر بين الناس، الخوف يريد ان ينشر كراهيه. حقيقه المواطن لو ما يبصر مثل المواطن بيستعرض بالسلاح والممنوع يتحمل السلاح، يستعرض بالقوة والممنوع يتحمل القوة، بيقطع الطريق والممنوع يقطع الطريق، بيفعل ما يريد، بيدخل بيوت الناس، والذي نفسي بيده انا اقولها، اخذوا سيارة لواحد مغترب في جامعة السعودية، اخذوا سيارته تحمل دبابة فوق الطقم الى 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 مركز بريسلة. والان مغترب يعني حصل الفلوس تشتراها لاولاده ونسلته اخذوها. وصاحب دباب صغير الاستاذ علي، انا اعتذر منك اني ساقاطعك، لكن الوقت يدركنا. الاستاذ علي عجير عضو المجلس المحلي بمديريه ثلا الذي قام فيها الحوثيين بتفجير مدرسه ودار للقران الكريم. الى ذلك عقد مشايخ وجهاء مديريه ريده بعمران لقاء قبليا طالبوا فيه بسرعه القبض على قاتل الشاب ادهم علي سران، والذي قتل بدايه الشهر الجاري بمحافظه ابين اثناء عمله في بناء سد في هذه المنطقه. الله يدحنا البلدنا المصايب، الناس ما بيدوروا الا سوسل الطيب وبيدوروا ستر الحق. احنا التقينا مع نائب وزير الداخلية وعدنا على اساس انه عيد الغريب وانه ابن اصحابه وهو عنده في اللجان الشعبية، واحنا على كل حال يجب ان احنا نتحلى بالصبر وننتظر على الوعد، ان وزير الداخلية هو وفاب وعده، وانت الغريب لا 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 العدالة ما بندور الا عندنا ولا شيء، وحكم الله يجري. نزل يبذلهم زت في ابيان، ولكن الراشد الرئيس والراشد وزير الداخليه. بدات الشرطه العسكريه اليوم تنفيذ حمله امنيه واسعه لضبط السيارات المخالفه والدراجات الناريه، وتشمل الحمله ايضا ضبط سياره الاجره والدراجات الناريه التي يقودها العسكريون، وضبط مخالفات لبس الزي او الجاكيتات العسكريه فوق الزي المدني، وكذا ضبط العسكريين غير الملتزمين بالهندام العسكري، والزام السائقين من العسكريين بكافه قواعد واداب المرور وقوانين السير المعمول بها. واكد قائد الشرطه العسكريه لواء الركن مجلي مجيديع في تصريح صحفي بأن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات خاصة من قبل العسكريين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إنجاح الحملة الأمنية.
حملتنا اليوم هي في إطار الحملة الأمنية المشتركة وهي ضد المخالفات، بس باعتبار إحنا شرطة عسكرية بنختص بالعسكريين فقط. من كان لابس ميري وهو مخالف هذا سنمسكه وندخله للانضباط ويعاقب. كذلك السيارات التي تمر بدون أرقام، إيش ما هي سيارة بدون رقم، هذه يجب أن تضبط، وبعدين اللي ترسل بعدها الجمارك واللي ترسل بعدها المرور. المخالفة الأخرى واللي هي من أكبر المخالفات، إحنا سمعنا أن اللجنة الأمنية أصدرت أمر بمنع الدراجات، ولكن في كثير دراجات نشوفها بناس عسكريين بالزي الميري. إحنا أول نبدأ بأنفسنا كعسكريين ننضبط لأوامر اللجنة الأمنية وبعدين نطبق على الآخرين. أنا الآن أي سيارة أي موتور عليه سائق وهو لابس البدلة الميري هذا سيعاقب وسيخالف. أقيم في القاعدة البحرية بالحديدة حفل اختتام مشروع ضرب النار بالذخيرة الحية الذي نفذته وحدات رمزية من لواء الدفاع الساحلي، وصوبت الأطقم والفصائل وبطاريات المدفعية الساحلية المشاركة في المشروع نيرانها صوب الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة، ودمرتها بنجاح عكس من خلاله المشاركون قدراتهم ومهاراتهم العالية في دقة التصويب والتعامل مع الأهداف البحرية. قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إنه يجب أن تصل المعرفة بمضمون الدستور الجديد ومحتوياته إلى كافة شرائح المجتمع بمن فيهم الفلاح والطالب حتى يتسنى لهم التصويت عليه بنعم أو لا. وأشارت مشهور في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم في العاصمة صنعاء، أشارت إلى أهمية دور المرأة في المشاركة في صياغة الدستور باعتبارها أحد مكونات المجتمع التي لها حقوق وعليها واجبات. هو ليس فقط عمل 17 شخص الآن الذي سيشتغلون الدستور، لكن هو عمل يخصنا كلنا لتعرفوا ما هي حقوقكم في هذا الدستور وتكونوا رقيبين على صانعي الدستور أو من يقوم بصياغة الدستور ليستجيب بالفعل لمخرجات الحوار الوطني وليجسد هذه الحقوق، حقوق المعاقين، حقوق الشباب، حقوق المرأة، حقوق الأطفال، حقوق العمال، حقوق المهاجرين، حقوق اللاجئين، هناك حقوق لكثير من الفئات، حقوق مدنية وحقوق سياسية وحقوق اجتماعية وحقوق اقتصادية، في أنواع من الحقوق ينبغي أن تكونوا على علم وعلى دراية بهذه الحقوق، وينبغي أن تكونوا عين الرقيبة، وينبغي أن تعبروا عن آرائكم، أن توصلوا لنا آرائكم من خلال ملاحظات، ونحن بدورنا سنقوم بتوصيلها إلى لجنة صياغة الدستور. يهمنا أن يكون كل إنسان عارف محتوى ومضمون الدستور. لماذا؟ لأنه بعد ما يكمل الدستور سيسألونكم هل أنت موافق ولا، سيقودون استفتاء على الدستور ليقول كل مواطن كلمته بلا أو بنعم. على ماذا ستقول لا أو نعم إن لم تكن مدركا وعارفا بمحتوى هذا الدستور؟ دشن وزيراء التربية والتعليم والأوقاف صباح اليوم بالعاصمة صنعاء الحملة التوعوية والإرشادية لطلاب وطالبات المدارس ومعاهد التعليم الفني بأمانة العاصمة حول دعم مخرجات الحوار الوطني، والتي ينفذها مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ومكتب التعليم الفني. الحملة تهدف إلى توعية النشء والشباب بأهمية مخرجات الحوار الوطني والتوعية الفكرية بمخاطر الإرهاب على الفرد والمجتمع والوطن، وتحصين الشباب والطلاب من كل أفكار التطرف والغلو. نظم عشرات المواطنين من أبناء عزلة جبل بحري بمديرية العدين وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة بمحافظة إب، مطالبين النيابة العامة الإفراج عن 17 سجينا مضى عليهم أكثر من شهرين في حبس البحث الجنائي والنيابة دون أن يتم إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم. الجدير ذكره أن 17 شخصا احتجزوا على خلفية العثور على جثة طفل مات غرقا بظروف غامضة في مسبح بوادي عنا بالعدين قبل أكثر من شهرين. النيابة العامة وذلك مطالبة بالإفراج عن المحتجزين.
في لقاء جماهيري كبير أكد أبناء منطقة سارع بمديرية المحويت أنهم سيظلون أوفياء لتنظيمهم الرائد التجمع اليمني للإصلاح. واعتبر أبناء سارع مسيرة الحزب منذ تأسيسه مسيرة نضال من أجل الوطن والمواطن يفخر بها كل أعضاء الحزب، مؤكدين استمرار دعمهم ووقوفهم مع الإصلاح لاستكمال هذه المسيرة في بناء وطن آمن ومستقر تسوده العدالة وحكم القانون. وفي اللقاء الذي احتشدت له جموع كبيرة من أبناء المنطقة تلبية للدعوة التي وجه لهم فرع الإصلاح بالمنطقة احتفاء بالذكرى الثالثة لثورة فبراير، رحب وجهاء وأعيان المنطقة بقيادات الإصلاح المشاركة لهم في اللقاء شاكرين لهم حضورهم ومشاركتهم هذا اللقاء بهذه المناسبة الغالية، كما عبروا عن دعمهم لمخرجات الحوار الوطني. إلى تعز حيث دشن محافظها شوقي أحمد هايل اليوم برنامج تسليم البطاقة الخدمية لجميع طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في محافظة تعز في المجالات الصحية والتعليمية والغذائية الذي ينفذه البرنامج الوطني خطة نحو التعليم، ذلك تحت شعار حملة أنا طالب بدعم ورعاية من السلطة المحلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في المحافظة. إلى محافظة الضالع والتي بدأت فيها بوادر أزمة في الوقود وبخاصة في مادة الديزل، حيث شهدت طوابير طويلة من المركبات والسيارات المحملة بالبراميل وغيرها أمام محطات الوقود بانتظار دورها. وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع قرارات جمهورية بتعيين وزير جديد لحقيبة النفط في حكومة الوفاق الوطني، ويرى مراقبون أنها أزمة مفتعلة ومخطط لها من قبل مالكي المحطات والتجار المقاولين للمشتركين المشتقات النفطية والمحروقات. اي سببها يا اخي اصحاب سوق السوداء اصحاب البراميل الذين يشيلون يشتري برميل يشتري عبي 10 على اساس يجي تاجر، بدل ما انت بتاعد يعني البرميل ب 20,000 في المحطة يبيعوا في اصحاب السوق السوداء من 25 ومن 23 و22 ويجي يبيع لك من 35 ومن 3 امس عبى الدبه ب 3000 ريال و500 ريال، والله اني خسرتني 10,000 ريال. والسبب؟ السبب نصها ما ونصها ديزل. هكذا من عند الصباحي هذاك اللي فيه العرض 35,000 برميل. ليش؟ وانا 300 برميل صرفوا. الاخبار العربية، حيث أثار ظهور السيسي بالملابس المدنية في بعض المناسبات سؤالا حول إمكانية تحول الشخص من عسكري لمدني بين ليلة وضحاها، المزيد في سياق التقرير الذي عده الزميل خالد المنيفي. يصير العسكري مدنيا بمجرد خلعه لبذته العسكرية، يمكن القول بأنها صارت نظرية سائدة في مصر في ظل الانقلاب العسكري والمبشر بالسيسي رئيسا مدنيا منتظرا ملبيا لتطلعات المصريين بدولة ديمقراطية حديثة، وهو الأمر الذي قابله السيسي بالتأكيد، فظهر أمام وسائل الإعلام بشكل مختلف في بعض المناسبات وهو يرتدي البدلة المدنية وربطة العنق ليرسخ فكرة تحوله من حالة لأخرى، غير أن ما يثير التساؤل هنا وفقا لهذه النظرية إن جاز اعتبارها كذلك هو إمكانية تغير السمات الشخصية للفرد وسلوكياته بمجرد تغير مظهره الخارجي، بمعنى إمكانية حدوث تغييرات جوهرية في نمط تفكيره بعد خلعه البزة العسكرية وارتدائه الملابس المدنية وربطة العنق. كما يطرح في هذا السياق سؤال ملح آخر، وهو هل يمكن عمليا أن يغدو العسكري سياسيا بعد تغيير مظهره الخارجي، وهل يمكنه استيعاب أصول المدنية واللجوء إلى الحوار في حل الإشكاليات عوضا عن السلاح بعد سنوات من العمر قضاها في مخازن السلاح وفي ميادين المناورات العسكرية وقد اعتاد عنفوان المدافع وأزيز الطائرات وزمجرة الصواريخ وطلقات الرصاص؟ لا يمكن للعسكري أن يغدو مدنيا بين ليلة وضحاها، ولذلك يذهب الكثيرون إلى ضرورة ممارسة العسكري للعمل السياسي عدة سنوات
من تاريخ خلع بزته العسكرية لإحداث الانفصال التام بين ماضيه العسكري وحياته الجديدة التي يطمح إليها، ولعل سر عدم ولادة ديمقراطية حقيقية في معظم الدول العربية هو تدخل العسكري في مختلف مناحي الحياة على وقع القوة المميتة والتداخل ما بين العسكري والسياسي، وتخلي الجيوش عن مهامها الأساسية في حماية الحدود إلى صياغة الحياة السياسية كما هو حادث اليوم في مصر. فهل سيخيل لمصريين بأن وزير الدفاع السيسي رئيس مدني يسعى بعد أن ألقى به الجيش إليهم؟ ظاهر عادة ما تكون خادعة. ختام النشر أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يشيد بدعم مجلس الأمن الدولي لسير اليمن نحو المستقبل. وزير الداخلية يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد تطبيق النظام والقانون على الجميع. والشرطة العسكرية تبدأ حملة واسعة لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما، زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.